ايفون 8 بس التقليد يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف، اقدم لكم الايفون 8 النسخه المقلده. لا حد يتحمس ويقعد يقول بشتري، اوكي؟ بيجيكم السالفه في الفيديو. ايفون 8 مقلد، قلدوه بس من التسريبات اللي جت من الشكل، بالاضافه الى لا ننسى الصين ومصانع الصين، والا ما يكون في شغل صاير قاعد بينهم، فقدروا يطلعوا المبدا هذا الاساسي للايفون 8. لو تيجي تحطه جنب الايفون 7 بكل بساطه حتشوف الفرق اللي موجود في الكاميرا، عشان كذا الايفون 8 المفروض متوقع يصير شكله كذا، بالاضافه ان الحجم هو نفس الحجم بالضبط تقريبا، قاعدين نتكلم بالملي نفس الحجم، رغم انه الايفون 8 المفروض انه ما يكون نفس حجم الايفون 7، حيكون اكبر شوي وانحف شوي. نجي نتكلم عن الخصائص اللي موجوده في هذا الايفون. اول حاجه من باب التاكيد وقبل الخصائص، حتى انا ضد التقليد، اكره التقليد في المنتجات. اعرف ان الشركات تستثمر بشكل جدا كبير في التصميم، في الكفاءه، وفي الموضوع القطع الداخليه، في البرامج التشغيليه، في الامان، وفي الاشياء دي كلها، وزرت كثير من المصانع. فان تجي شركه بكل بساطه تقلد، طلع نسخه من نفس المنتج مقلده، اعرف اني بنحرم من كثير من الاشياء اللي موجوده في هذا المنتج. يمكن هذا الجوال متاح لفئه اقتصاديه اكثر من الناس، وهذا يحق للناس ومن حق الناس تاخذ القرارات في انهم ياخذوا حاجه زي كذا، والله يبارك لهم ويقويهم. فالاصلي ما حيجي فيه الا كل امان وقيمه ممتده، التقليد حتنحرم من كثير اشياء. فعلى سبيل المثال من البدايه اعطيكم اياها، النظام اللي موجود عليه نظام اندرويد، بس الواجهه كانه ايفون، كل حاجه بالتفاصيل ايفون، تفتح كل شيء ايفون، الا لما تفتح متجر التطبيقات يطلع لك انه اندرويد. اثنين، واحد احمر وواحد ذهبي، الذهبي ما انفك، خلنا نفكه بوريكم في الفيديو شلون التصنيع. وايضا كل الاثنين 128 جيجا بايت، والمفروض حتى واحد ستيكر مو محطوط صح. واحد يقول لك انه في سماعات، وهذا ايفون 8 وفي سماعات وفي الريموت حقه وفي كيبل حق الشحن، ومكتوب ايضا انه يدعم ال LTE، ومكتوب انه يدعم كثير معلومات من ناحيه الكاميرات من الاشياء هذه كلها، ولكن المفروض انه يكون الكاميرا حقه 16 ميجا بكسل والاشياء دي مو موضحه ولا في ضمان. ويمكن يقول لك البياع نفسه انه فيها 60000 ميجا بكسل الكاميرا نفسها، وفي الحقيقه ما حتلاقي من التجربه شيء. اجرب لكم، ليه اوريكم صورته، خلنا اوريكم صوره الجوال. اوكي، هذه الكاميرا الاماميه حقت الايفون، فعندهم الزوايا حقت الاضاءه، هذه الكاميرا الاماميه حقت الايفون تقليد، هذا تقليد اللي قاعد اطالع فيه، وهذا اللي انا قاعد اطالع فيه الحين هذا هو الاصلي. وموجود عندكم الكاميرا الخلفيه، هذه موجوده الكاميرا الخلفيه حقت الايفون 7 بلس، على اساس انه عدستين يعني. وهذا عندكم ايضا الايفون 8 المقلد، فانتم ملاحظين النور والوضع كيف، هذا مقلد هذا هو الاصلي. اوكي، فمن ناحيه ارقام الميجا بكسل، ميجا بكسل حسب المتجر نفسه او نفس الرجال اللي حاول انه يسوق الايفونات من خلال قناتنا، قال الظاهر 16 ميجا بكسل ولا حاجه زي كذا، خلينا نشوف ايش قال لي. رام 2 جيجا، ذاكره داخليه 32 مكتوب على العلبه 128، و4G حقيقي، وكاميرا 15 ميجا بكسل. اوكي، اول ما تفتح البوكس تلاقي عندكم موجود عندكم هذه مضبطينها زي ابل نفسها، وحاطين فيها الدبوس هنا. عندكم السماعات الايربودز تقليد، وعندكم السلك مرمي واصلا مفعوص السلك نفس الفيش، وحاطين لك شاحن ما هو الامريكي الخطوط، لا حاطين لك الشاحن هذا اللي هو ستاندرد الاوروبي المفروض نوعا ما يكون ستاندرد اوروبي في بعض الدول الاوروبيه، ومكتوب ايش؟ ديزايند لا ميد ان تشاينا، بس هنا يس ابل انكوبريت كوبرتينو انفنت لوب، يمكن هناك موجودين، هذه موجوده، مكتوب ديزايند ان كاليفورنيا بس الستيكر حتى خربان. خلنا نفتح الجديد، خلنا نفتح الثاني الجديد. انا اشوف الحين الجوده حقت القصه، هل بينكسر معي بسرعه ولا لا؟ بنعفط معي بسرعه ولا لا؟ ما في ضرب جدران. ايش لا يجي؟ معليش. اتوقع ينفع؟ رجل 800 ريال يا رجل على طول كذا؟ لا يا رجل. اوكي، افتح الباب. 5 minutes later البطاريه بدات. اوكي، الجوده التصنيعيه ما بدنا نسوي كذا انكسر، ما حجرب نفس الشيء في ايفون اصلي، ايفون اصلي دافعين قيمته ما حيزبط. هذا غلاف العدسه، هذا قزاز وغلاف العدسة، هذه القطع، طبعا الجوال على طول طلعناه حطيناه في الحواشي نفتك بيلز، على اساس انه لو انتفخ وصار شيء نعرف انه امورنا بالسليم ان شاء الله. فك الشاشة الحين، شوف الدقة نفسها حقت الشاشة،
مضبطين أكثر الأشياء بالفعل. كمية الجهد اللي محطوطة على نفس الجوال بحيث أنهم يضبطوا المظهر حق الآي أو إس جهد جدا كبير. الشاحن المفروض أنه يكون عندك الشاحن لايتنينج نفس الشاحن حق الجوال. لو طلعت من السماعات اللي تحت هذه المنافذ اللي موجودة بتلاحظ أنه بعض القطع الإلكترونية باينة عندك بالكامل. هل هذه موجود في الآيفون الأساسي؟ لا، ماني قادر أشوف شيء يعني. الآيفون الأساسي حجما نفس حجم الآيفون الثاني بالضبط، نفس الحجم يعني. وش صارته؟ الشاشة فعليا أقل يمكن بملي أو 2 ملي من الآيفون الأصلي، آيفون 7 الأصلي. الشاشة طولا أقل، عرضا لا نفس العرض تقريبا. متشوقين الآيفون الجديد. الآيفون الجديد اللي تكلمنا عن الخصائص اللي المفروض أصلا تجي فيه، مفروض يجي فيه الشحن اللاسلكي. كيف شحن لاسلكي؟ قاعدة خاصة تشتريها وتكون هذه القاعدة مشبوكة في نفس الشاحن الأصلي حق الجوال، ولما تبغى تشحن الجوال حقك بمجرد ما تحطه كذا من نفس ظهر الجوال على نفس هذه القاعدة حيبدأ يشحن لاسلكيا. هنا الشحن اللاسلكي أحد المزايا القادمة، بالإضافة إلى حسب التسريبات الأخيرة المفروض أنه البصمة تكون هي موجودة في نفس زر التشغيل اللي على جنب الجوال. ما حيكون في بصمة موجودة مدمجة في الشاشة، ولا حيكون في بصمة موجودة من وراء. وإلى الحين هذه تسريبات، فننتظر التأكيد. بالإضافة إلى أنه حيكون في عدستين، فنعم الكاميرتين حيكون في عندكم كاميرتين، الفلاش حيكون في النص. أكثر التسريبات أكدت هذا الشيء، بالإضافة إلى أنه منفذ حيكون موجود عندكم هو منفذ اللايتنينج، فما حيغيروا ولا يحطوا USB Type-C. بالإضافة إلى عدم وجود منفذ السماعة، فما حيرجع في منفذ السماعة للأسف. ولو شفنا الصورة هنلاقي أنه الواجهة حتكون أكثرها شاشة. الشاشة الكبيرة هذه بتعطيك مزايا كثيرة. ولو تكلمنا عن نظام iOS 11 اللي الحين في النمط التجريبي وقت ما سوينا هذا الفيديو، المفروض بعدين مع اصدار الايفون الجديد كمان حيتوفر للكل، حيكون التجربه حتكون التجربه جدا خرافيه، لانه في كثير اكسسبيليتيز واشياء موجوده من قطاع الجوال تم تبنيها وضعها في الاي او اس 11. متسوقين للايفون الجديد. المفروض الايفون الجديد يكون على شهر 9 نص 9 تقريبا المؤتمر. التوفر حيبدا يتوفر من نص شهر 10. هذا تقليد، وبالنسبه لي شفت تخدشت الشاشه مقزز على طول مداها تخدش، وفي كمان بلاستيك حاطين على الشاشة. أوكي كم بلاستيك موجود على الشاشة؟ هذا هو الجوال. فكان هذا الآيفون 8 النسخة المقلدة، الواحد العايش الحي والثاني اللي في الحوش الحين الظاهر أنه انفجر. وآخر شيء لازم أوضحه تنبيه يا جماعة، لحد يعفط الجوال ويكسره بالطريقة اللي أنا سويتها. خاضع الدورات وخاضع أشياء كثيرة، فأقدر أسوي أشياء زي كذا، وبإذن الله في حالة الخطر أعرف أضبط الأمور. نهاية الفيديو كل فيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.